كلها. معاد الغرامة، تفضل. ما هو البراند اللي راح تفكه بعد البرنامج؟ بإذن الله. وهل انت حاط يعني العنصر اللي انت تفكه، يعني مثلا محل جوالات، محل كذا؟ يعني انا افكر بإذن الله اذا ربي اراد وجتني فلوس وربي رزقني بعد البرنامج افتح براند ملابس بإذن الله. حلو. يعني شوف، يعني الان انت يعني شخص ذو طموح وناوي تحقق اللي براسك بإذن الله. طيب معاذ الغرامة، ماذا لو لم يتم دخولك في برنامج واقعي؟ هل ما زلت راح تقدم إلى أن تدخل؟ والله كانت مرتين والثالثة كانت ثابتة، اللهم لك الحمد فضل الله ثم بدعوة الوالدين. يا شباب كمل، ما عليك كمل. دعوة بتوفيق الله سبحانه ودعوة الوالدين، وكنت اطمح لهذا الشيء وعندي طموح وهدف اني ادخل هذا البرنامج، اللهم لك الحمد. طيب معاذ الغرامة، ماذا يعني لك عايض الزايد؟ عايض الزايد اخو عزيز مثل باقي الشباب. حلو. طيب لو يقولون لك لقب احد الشباب هنا بالديك حافي، من اللي راح تلقبه له؟ مقولة هي وليست تلق اني القب احد. طيب لقبه بشخص. شو اسمها؟ ما عندي تحديدا، انا اقولها للكل. قال ما جدك عشان يستولد خاطري. كيف؟ قل ما جد الشيل. عبود البقول. لا وش ضدي كلكم؟ لاني احبك والله. طيب ماذا يعني لك يا معاذ حمد الاكلوبي؟ حمد الاكلوبي عزيز وغالي، بس ما ادري ايش الموضوع اللي صار قبل شوي التكسير ذي، وانا عارف ان في عندي موضوع. ودي انك تتخاطب معهم، ودي انك تتخاطب معهم ينزلوا السجن، لان طبعات الرجول بتطلع وانا عندي بعد شيء. حلو. اتمنى من الله انه ارجو من الشباب اللي على ستيج، محمد بن سراج، ماجد الشهري، لو سمحتوا لا توسخون المكان، الرجال تعب وذا وعنده ذا. جعلني فداكم عشان باتشية. الرجال عنده تشيني ريجي. اللي مثلكم يساعده ما يخرب عليه. ما بخلاف. تحصل في القناة. طيب ماذا وش يصنف نفسه معاذ الغرامة بين الشخصيات الثلاث هذه اللي قدامي؟ الأولى شخص يعني ذو تفكير عالي وعدم تنفيذ، أو شخص يفكر وينفذ، أو شخص ما ينفذ ولا يفكر. شخص ينفذ ويفكر. حلو. دق. شكرا لك، كان لقاء جميل جدا. أرجو حاز علي رأيكم يا جمهور الغالي، ولا راح تصيدكم على الفاضي، مع أنه راح الفاضي لأني ما سألت أسئلة محنكة، ويذرونا على القصور. السلام عليكم ورحمة الله. ايش رايك نروح نسوي؟ بعدين مو بالحين. طيب يلا يا رب عشان الوقت. قلت يا اسطوري صدق. ايش رايك؟ ريتي مو بريالتي، ريتي. طيب تعال العب هنا ابو سراج. الله يتخيل. تعال العب. لا لا تجي، لا ما تروح. بتروح. لا يا مساء. خلنا نروح. والله صدق. أحزان هم قيل يا صاحبي والله هنا لفرقنا ما يطاق الهجم عبر سن، ما هو بعبر سبيل وداتك الله، وأنا خايف من النهاية. شخص متصالح مع نفسه؟ نعم، بكل شيء، بإيجابياته وسلبياته، اللهم لك الحمد. مع أعدائك وعدواتك؟ نعم، حتى لو كان في أعداء أعطي العدو 70 عذر، أختلق له 70 عذر حتى لو كان في أعداء. ما زال الحديث بقية معك في حلقة أخرى بإذن الله. أي أوكي.